أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما تكونوا. تشاهدون هاي الأنثى شافتني، جيت فتحت العش مال الفراخ مالها وحاولت آخذهم. شوفوا سوت بقع، تسوي روحها هاي دائما بالطبيعة تلاحظوها، تسوي روحها ما تقدر تطير أو قاعدة بالقاع حتى تشغل اللي جاي ما ياخذ فراخها يجي عليها، ومن يوصل يمها تطير. شوفوا ايش تسوي بالقاع، هي هاي الفراخ مالها، هي عشوم هنا أنا. اليوم عمره 2 أيام جد اسحبهم، قلت خليهم فد يومين لاح، وهي بدت تبروحها بالقاع حتى لا تقرب على فراخها خطية. شوف الحيوان شكد تحب أولاده، كيف ما نحن نبشر يعني شنجازي الأبوين الأم ولا الأب من يربونا ويتعبون علينا ويكبرونا. الحمد لله والشكر ما قصرت لا ويل المرحوم والدي ولا ويل المرحومة والدتي إلى آخر لحظة بحياتهم، والحمد لله والشكر الله يحفظني ويحفظ الجميع يا ربي. ونتمنى من أولادنا أن يقومون اللي يسوون اللي إحنا سويناه لآبائنا، ترى ماكو أحسن من بر الوالدين، فاهتموا بآبائكم. ولو البارحة شفت مقطع على اليوتيوب رجل ضارب أمه ومدميها بسبب زوجته، لا يا عزيزي لا، تعب الأم وسهرها وكبرتك ما ممكن تجازيها، ما ممكن تجازيها. بس أنت تشوف ولدك من راح تربيهم شلون راح تتعب وياهم، وهل تتمنى ان يعاملوك مثل ما انت تعامل امك؟ فهاي الحيوانات هيك شي تسوي، كيف ما البشر احنا. اتمنى للجميع الله يحفظ اباءكم وامهاتكم يا رب، ويحفظ اولادكم ويعطيكم الصحه والسلامه، واقولكم الى لقاء بمقطع اخر ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه. تشوفني اتقرب على البعض، شوف ايش تسوي.